طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين الكرام. استعرضنا شهادة الدكتور غانم قدوري، نأتي على شهادة ابن أخت الدكتور، أحد أبناء يعني شقيقات أو أخوات الدكتور فاضل براد الذي كان حاضرا في الاجتماع. في وقت الرجل حقيقة يعني هو يدلي لي بشهادته وقال هذا الموضوع محرج جدا بالنسبة لي، لأنهم جميعهم أقاربي وجميعهم تحت التراب، وأنا يعني أشوف هذا الشيء كلش صعب، لكن هي شهادة للتاريخ. يقول اجتمعت العشيرة يعني حضور كبار السن أكثر من 100 شخص رجل، وحضرت كوني من الفخذ الذي ينتسب إليه الدكتور فاضل براد اللي هو فخذ أبو موسى فرج. يقول جاء الدكتور سبعاوي ومعه الدكتور فاضل براد، جلس على كرسي في القاعة ثم جاءوا بالبراد وأجلسوه بجانبه. وقال أن البراد سبعاوي قال لنا سبعاوي بأن البراد جاسوس لعدة دول ومنها ألمانيا وروسيا. فيقول ابتسم الدكتور فاضل، فقط ابتسم. يقول كان سبعاوي يحاول إقناع العشيرة أن يبادروا إلى تنفيذ قرار إعدامه بأنفسهم، وكان يتوقع أن تسايره العشيرة وخاصة فخذ أبو موسى فرج يسايروه في إدانة البراد. وطلب من سبعاوي أن يسلم البراد لهم لكي يقوموا بإعدامه، لكن العشيرة امتنعت ولم تقتنع وتصدوا له عدد من أبناء عمولة البراد، وكما ذكرنا اللي هو دكتور غانم وحاج حمزة أخو البراد والحاج إسماعيل. فيقول من بين اللي صدوا لهم أنا كنت واحد منهم، وسفهنا يعني الموضوع. يقول نهض أخو البراق اللي هو خاله يصير يعني هذا شاهد الحاج حمزة، وقال له يعني السبعاوي بعد ما سبعاوي قام يطلع بالفايلات والملفات ويقرأ ويلتفت إلى البراق يقول له صحيح لما صحيح، فقال له قال له هذه فايلاتك الحاج حمزة، قال له السبعاوي هذه فايلاتك خليها يمك يعني لف أوراقك وكذا. يرجع يقول ابن أخت البراق قلت للدكتور سبعاوي أنا والذين كانوا معي وتحدثوا، قلت له هذا الرجل لا يخون وما يصير جاسوس، والبراق بهذه الأحوال كلها كان صامت لا يتكلم. كل اللي شاهدوه يعني قالوا عليه ان هذا الشخص غير طبيعي وكان مرتبك ومتوتر وقلق. يقول انا اعرف خالي معروف عنه لم يكن يقف احد في يعني مقابله بمواجهته، ما حد يقدر يقف مقابله غير الرئيس، وما كان يخاف من احد، والرئيس يعني كان يشيد به ويمتدحه. ايضا يؤكد موقف الحاج اسماعيل عبد الله السلطان اللي قلنا هو يصير يمكن عم كمال مصطفى عبد الله السلطان وجمال مصطفى عبد الله السلطان. هذا الرجل يقول صاحب موقف مشرف ودافع دفاع مستميت، ويعني وقف في مواجهة الدكتور فاضل البراق ورفض طلبه ب يعني إعدام البراق. ردود الفعل هذه للأشخاص اللي قاموا من أبناء العشيرة ما عجبت الدكتور سبعاوي، فابن أخت الدكتور براد يقول
العشيرة يعني فيها القوي وفيها الضعيف، وهنا القوي أخذ يأكل بالضعيف وقال بأن الثورة تأكل رجالها. ويتحدث عن خاله يقول كانت مراقبة علنية إزعاجية مرابطة أمام باب بيته. طبعا البراك بعد ما طلع من وظيفته، آخر وظيفة اللي كان بها مستشار سياسي لرئيس الجمهورية، فراح قاعد بالبيت، وبعد ما قاعد بالبيت قاموا يراقبوه، يعني مثل إقامة جبرية ومراقبة إزعاجية، سيارة مخابرات تلاحقه عند خروجه من بيته وتراقبه عند دخوله وأينما يعني في حله وترحاله. البراق يقول ما كان يصدق في يوم ما أن الرئيس سيعدمه، لكن لا يمكن أن يعني يعدم البراك سوى قضايا التجسس، يعني أن يعني تسند له تهمة التجسس، وفعلا هذه التهمة اللي قضت عليه. وعلى الرجل وآخرين من أبناء عمه البراك، إعدام البراك ما أثر عليهم على وظائفهم، لكن ابن أخت البراك انتقل إلى وظيفة أخرى من المكان اللي كان بيها قريب من الرئيس صدام حسين. ويعيد أكد أن الثورة تأكل رجالها والمتنفذ يأكل الضعيف. يقول أن الدكتور فاضل البراق قدم كل شيء للبلد وما رحمه وما فادوا كل شيء. البراق كان معاون ملحق عسكري في الاتحاد السوفيتي السابق. عندما صدر أمر تعيينه بعام 76 مديرا للأمن العام، وبعد ما سمع أخوه حج حمزة قال لأخوته احفروا له للفاضل من الآن احفروا له قبر، يعني تنبأ وتوقع ما سيحل به وما سيحصل له عندما يعود إلى العراق و يمارس وظيفة يعني أمنية. الأخ الشاهد يقول هؤلاء عائلتي كلهم، يعني أبناء العشيرة، وما يهون علي أعطي بهم. احنا هنا نتحدث مو عن عشيرة ولا عن طائفة ولا عن فخذ ولا عن شخص، مجالنا عام، يعني ناخذ شهادات للتاريخ، أما نحترم خصوصية الشاهد بأنه يتحفظ على كثير من الأمور. يقول احنا حكمنا العراق كعشيرة وعائلة، وسخرنا الحزب، طبعا هو جريء جدا بطروحاته الرجل وواضح، وانا احترمته جدا لهذا الموقف. يقول حكمنا العراق كعشيرة وعائلة وسخرنا الحزب لمصلحتنا، حيث أصبح جهاز أمني لنا، والعراق ما عاد يكفينا. يقول حكم حزب ثم تحول إلى حكم عشيرة ثم إلى حكم عائلة، ومشكلة الرؤساء أنهم يتمسكون بالكراسي. ويضيف بأن الحروب اللي حصلت لم يكن لها أي داعي، هذا من وجهة نظره الرجل. يعود إلى الدكتور فاضل البراق حول كونه جاسوس أم غير جاسوس. يقول البراق لم يكن جاسوسا أبدا، وبعد ما يعني واجه الدكتور سبعاوي معارضة من قبل المتواجدين في القاعة، اضطر إلى أن يأخذ أوراقه ويأخذ البراق معه ويرجع إلى بغداد، زين، وكان غير راضي عن العشيرة. يذكر أن هناك حادثة، أحد أقارب الدكتور سبعاوي تم إخراجه من الجهاز. يقول سبب قيامه بتعذيب أحد الموقوفين، وتوفى هذا الموقوف بالتحقيق حيث كان يتم تعذيبه لانتزاع اعترافات منه قسرا.
بيقول أن 30 شخص بالمخابرات قرأوا الملف داخل جهاز المخابرات وما وجدوا به أي شيء. احنا نتساءل نقول من هم هؤلاء الذين قرأوا الملف ولماذا هم صامتون لا يتكلمون؟ يعني هي شهادة حق لتبرئة رجل ما بجلدوا هذا الشيء. فأنا أقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا تكتم الشهادة ومن يكتم الشهادة فآثم قلبه. المهم البراق ما شفع له كل إنجازاته وكل تاريخه الحزبي والعسكري والنضالي، وأخذ على حين غرى وتم إعدامه. يذكر الشاهد موضوع جدا مهم حقيقة، يقول عندما كنت قريبا من الرئيس بداية أحداث عام 91، يعني قبل انسحاب من الكويت، يعني أو بعد انسحابه، قبل ما تصير الانتفاضة الخيانة والغدر، يعني هاي المسميات أحداث عام 91. يقول خالد كان بالبيت وأنا كنت دائما أزوره، فذهبت لزيارته ذات مرة بعد أن أقيل من وظيفته مستشارا سياسيا في رئاسة الجمهورية. يقول تحدث وياي ويقول سلمني رسالة موجهة للرئيس صدام حسين، يقول تكلم بيها عن وضع العراق آنذاك وما حدث وما سيحدث وما ستؤول إليه الأمور. يقول فعلا كل ما كتبه برسالته الرئيس اتحقق، ويقول قال برسالته الرئيس أنا حاضر في أي مكان للدفاع عن بلدي، وكل كلامه كان عن العراق وماذا سيحل به وماذا سيحدث قبل سقوط المدن. يقول الرئيس أخذ رسالة مني وبعد فترة قصيرة قام بسجنه ثم تم إعدامه كما ذكرت، أعدم في 30/8/1992. يقول الرئيس كان يعتمد على البراق وكان داعمه بقوة، وبالمقابل أيضا البراق كان يحب الرئيس وكان يعتمد عليه ب يعني يسانده بعمله، لكن تخلى عنه وأعدمه. طبعا أنا لاحظت أن في مذكرات البراق يذكر بها الرئيس بكل خير، يعني يأتي على منجزاته وأعماله في مجالات مختلفة، ما يمر على موضوع إلا ما يذكر بها الرئيس صدام حسين بخير. فهو الرجل ما كان يتوقع أن الرئيس راح يعدمه، يعني كانت مفاجأة له. الشاهد يذكر يقول البراق كان لديه خزائن من المعلومات السرية، هذه الخزائن موضوعة في رأسه في ذاكرته لم يكتبها على الورق، وكان البراق صندوق مليء بالأسرار. هذا الصندوق تم دفنه تحت الأرض. ويذكر بأن البراق كان أحد البدلاء والرئيس كان يعلم بذلك، يعني البراق رجل أمن مخابرات، من تطلع أخبار على وسائل الإعلام المعادية يجي يقول له الرئيس طلع كذا 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 أنه أنا مرشح وكذا، فكان يقول له الرئيس أن المخابرات الأجنبية المعادية تسرب مثل هذه الأخبار. يرجع يقول الشاهد على أي حال ووفقا لقناعتي فإن البراق أعدم لأحد الأسباب التالية، كان أحد المرشحين البديلين للرئيس صدام حسين، وهذا ذكره أيضا دكتور غانم قدوري. والبراق قال للرئيس عن هذا الخبر، وهذا الخبر ما كان مضموم عن الرئيس،
كذلك يقول يوجد موقف سلبي منه يحمله له برزان إبراهيم الحسن. بعد ما طلع برزان اجى بمكانه لفترة قصيرة هشام صباح الفخري، ثم تولى إدارة الجهاز الدكتور فاضل البراق. بعد ما تولى إدارة الجهاز حصلت مشاكل، وهاي المشاكل كنا متوقعيها أنه راح تحصل. برزان كان دولة، يعني بمعنى الكلمة، يعني هذا المؤسسة الأمنية المخابراتية، ويأخذ باور من الرئيس، وفي مدرسة الرئيس صدام حسين، ومن مؤسسي جهاز المخابرات مع سعدون شاكر، حيث كان مدير نائبا لسعدون شاكر. فليس من السهولة أن يخرج ويترك هذا المكان، لكن حصل الذي حصل، وجاء البراك حل محله ليجد تركات لم يستطع حلها، يعني متعلقات من زمن برزان إبراهيم، يعني كان ليس عليه سهلا يعني القيام بحلها. هذه المتعلقات إدارية ومالية أيضا في مجال التحقيق كانت تتعلق ببرزان، ما استطاع أن يحسم الرجل ولا يستطاع أن يفتي بها، فرفعها للرئيس صدام حسين. الرئيس تم توجيه البراق بإجراء لقاءات ودية مع برزان إبراهيم، وحصلت لقاءات بيناتهم، وتناقشوا على هذه المواضيع المالية والإدارية اللي ما كان لها أساس وما بها أي تواقيع، يعني ما محسومة من قبل، ملفات مفتوحة وما محسومة من قبل برزان إبراهيم. مع هذا كان هناك الحرس القديم من مؤيدي وأنصار برزان إبراهيم، حصل شبه تمرد على البراق، وهذا وصل للرئيس الأمر، حيث قام الرئيس بزيارة سريعة استغرقت 10 دقائق اجتمع بها بكادر الجهاز مقر المبنى المخابرات، وعنفهم وهددهم وقال لهم أنتم هذا مديركم وتطيعوه وتحترموه، فقط الشيء واحد ما تطيعوه إذا كان يعني موضوع الخيانة وعدم الولاء للدولة. بهذه الحالة الأبواب مفتوحة، أما بغير هذا ما تجيبون سيرة وذكر برزان من الآن، واللي من واحد أسمع يجيب سيرة برزان أقص لسانه. طبعا البراق عمل تقريبا مثل ما عمل ثورة إدارية بالمديرية الأمن العام، عمل ثورة إدارية أول من جاء أيضا بجهاز المخابرات، طلع كل الناس اللي ما عندهم شهادات، اللي الناس اللي ما عندهم كفاءة، اللي ما مستفاد منهم، اللي طلعوا تقاعد، واللي على وزارة المالية ويعني وزارة الإعلام. فهذا خلق حالة من الاستياء والنقمة والغضب على البراق، وانعكس سلبا عليه. موضوع صباح الخياط اللي كان شريك الدكتور فاضل البراق بمصالح اقتصادية، وسبب على أساس هو بإعدام البراق، يذكر الشاهد بأنه كان وكيل للمخابرات العراقية، وكان يجلب بضائع ومعدات فنية ومتعاون. هذا الشيء أيضا أنا سمعته من أحد ضباط المخابرات الكبار، أن حتى أخت صباح الخياط كانت وكيلة بالمخابرات العراقية، يعني هذا الشيء مؤكد وعندها أضباره، وأن هذا صباح الخياط اللي تم إعدامه كان صديق لكثير من المسؤولين. طبعا هو كان أول المعدومين اللي تم إلقاء القبض، جاء من ألمانيا، نزل أعتقد عام 90 يعني، وتم 89 تم إعدامه.
وقتها ايضا سجنوا اصدقاء البراق واللي كانوا يشتغلون معاه وحراس وحمايات. استشهد ابن اخت البراق بشهادة خليل ابراهيم عبد الله السلطان، كان معاون مدير رجال المخابرات. طبعا استاذ خليل ابراهيم السلطان قبل ما يدلي بحوار مع صحيفة تحدث معايا وقال أنا بالنسبة لي يعني موقفي من البراق الشخص يعني أكرهه وأحبه، ويمكن بيني وبين مشاكل، لكن هذا الرجل لم يكن خائنا ولم يكن جاسوسا، وأنا بنفسي طلعت على عبارة ماله وشفتها ما بيها كل شيء، بيها يعني فساد مالي قال إداري بهذا المعنى. أما قضية التجسس ما موجود، وأكدوا أيضا كثيرين أكدوا هذا الشيء من المعاونين اللي توالوا بالعمل في الجهاز، اللي عملوا مع البراق واللي قبل البراق واللي بعد البراق. يعني هناك من يقول أنه 30 شخص من المخابرات شافوا الملف وشافوا الأضبارة، ما بها هذا الشيء. وأكد الشاهد أنهم واثقين من براءة البراق. يروي حادثة أيضا أنه بعد ما نقل البراق من المخابرات مستشار سياسي في رئاسة الجمهورية، نقل دكتور سبعاوي إلى المخابرات وقام باعتقال 20 شخص من جماعة البراق من الذين جاء بهم من الأمن. بعد ما التقى البراق بالرئيس طبعا قبل اعتقاله طلعوه على يعني رئاسة الجمهورية كمستشار للرئيس السياسي. فخلال هذه الفترة بعد خروجه من المخابرات وذهابه كمستشار، عندما جاء الدكتور سبعاوي كمدير لجهاز المخابرات قام بإلقاء القبض على 20 شخص من جماعة البراق. هذول جابهم وياه من الأمن، من راح ما أخذهم وياه، فتم اعتقالهم من قبل الدكتور سبعاوي. بعد ما التقى الدكتور فاضل البراق بالرئيس صدام حسين وشكاله من هذا التصرف اللي قام به دكتور سبعاوي، أخبره الرئيس بما يعني أنه يعرف بهذا الأمر. يعني قال له نعم أعرف هذا الأشخاص اللي تم اعتقالهم من قبل، يعني بعلمه وموافقته الرئيس. خلال هذه الفترة تم تحقيق حول البراق، فما وجدوا أي شيء قد ما كان مستشار سياسي، طلعوا من هذول 20 واحد. هذا الموضوع يعني اللي جرى في المحاكمة العشائرية للدكتور فاضل البراق، وهي محاكمة غريبة عجيبة في ظل يعني دولة مؤسسات، دولة فيها محاكم، يعني ما هي الحاجة لكي يذهبوا به إلى أبناء عمومته، أبناء قبيلته، أبناء عشيرته لكي يقوموا بإعدامه بأنفسهم. لكن الرجل تم إعدامه برصاصة من قبل أحد الموظفين في الحكمية. علمت من أحد الأخوة المسؤولين بالجهاز أن الذي قام بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص هو المدعو تشاسب. هذا تشاسب معروف ويعرفون الناس اللي اعتقلوا بمبنى الحاكمية في المخابرات، جبروته قوته وقساوته وشراسته وإيذاؤه لكل من يدخل للمخابرات، فهو اللي قام بتنفيذ وليس عصام خضر كما ذكروا لي كثيرين. قالوا عصام خضر الدليمي هو الذي أطلق النار طلقة الإعدام على الدكتور فاضل البراق، ولكن
الحقيقة أن تشاسب هو الذي نفذ بالبراق. أعزائي المشاهدين الكرام، إلى هنا ننهي حلقتنا هذه، آمل أن تروق لكم، وإذا كان لديكم أي أسئلة واستشارات، وأؤكد أن حق الرد مكفول، وأن ما يقوله الشهود يعبر عن وجهة نظرهم الشخصية، وأننا لا نتبنى أي رأي من هنا وهناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.